ولكن نحن أكثر ما لدينا لبيعه هو 100 حصان فقط. سأزور سوغوت وسأتحدث مع التجار هناك. إذا استطعنا شراء الأحصنة التي معهم فستتم الصفقة. هل سنبيع الأحصنة للكفرة ليهاجمونا؟ عندما سندخل إلى إنغول ستكونين في المقدمة. ومع تلك الأحصنة سيدخل الساسة جميعهم. ليرى نيكولا أن الأتراك لا يضربون إخوتهم الأتراك. نحن أيضا يمكننا أن نخطط. ألا يقول بهادير إن تلك القلعة حصينة؟ سنفتح نحن الأبواب من الداخل. سنفعل بالطبع، سنفتح القلعة من الداخل وسندخل محاربينا وسنأخذ القلعة التي حلم بها السيد عثمان. سيدة ألجا، أمرك. هيا جهزي مائدة شهية لنا، سأتناول الطعام مع ابنتي. أمرك يا سيدي.